بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفيديو دوت هنتكلم على حاجة اسمها CRDQE matrix، وال CR ديت C اختصار create، ال R اختصار read، ال D اختصار delete، ال U اختصار update، ال E اختصار execute. اوكي، وهي الهدف من الماتريكس ديت انها تقول ايه علاقة ال objects اللي في system ببعضها. بمعنى ان انا باجي ببقى برسم كل ال classes اللي عندي، بعمل كده rows و columns. هفترض مثلا السيستم بتاعي فيه 3 كلاس، مثلا في مثلا الادمن، هنستخدم فونت ازرق مثلا الادمن، وفيها مثلا الستودنت، وفيها مثلا ايه الدكتور. بكتبهم هما نفسهم بالعرض، بكتبهم بالطول، بكتب الادمن ستودنت ايه الدكتور. اوكي، افترض ان في هنا حاجة اسمها exam، بكتب كل classes اللي عندي. اوكي، وزي ما قلتلكم بكتبهم بالطول وبكتبهم بالايه بالعرض. يعني اللي بكتبه هنا هو اللي انا بكتبه ايه هنا، بكتب كل class هنا وكل class هنا. وبعدين بسأل نفسي الادمن ممكن يعمل ايه في الادمن اللي زيه، غالبا مش بيعمل فيه حاجة. لكن الادمن ممكن يعمل ايه في الستودنت؟ ممكن يكريت ستودنت، ممكن يريد يقرا معلومات ستودنت، ممكن يقرا معلومات اوبجكت معين، ممكن يديليت ستودنت، صح، ممكن يابديت معلومات ستودنت. اكسكيوت يعني ينفذ اوبريشن على الستودنت، فما اعتقدش الادمن هينفذ عملية معينة من ضمن الميثود او الاكشنز عند الستودنت. طب في الدكتور ممكن يعمل ايه؟ ممكن يكريت دكتور ويريد ويديليت ويابديت معلومات الدكتور. في الاكزام الادمن بيعمل حاجه في الاكزام؟ لا، ما بيعملش حاجه في الاكزام. طب الستودنت بيعمل حاجه في الادمن؟ لا. الستودنت ينفع ينفذ حاجه في الستودنت تاني؟ لا. ايه ممكن يعمل ستودنت في الستودنت؟ ما يقدرش يعمل حاجه. طب الستودنت ينفع يعمل ايه؟ يعمل حاجه في الدكتور؟ هل يقدر يكريت يريد يديليت؟ ممكن يعمل ريد، على اعتبار ان الستودنت ممكن يقرا بيانات او معلومات الدكتور او الخبرات بتاعته او السي في اي بتاعه. طيب الدكتور يقدر ينفذ حاجه في الادمن؟ لا. في الستودنت؟ لا. هل الدكتور يقدر ينفذ حاجه في الدكتور التاني؟ لا. في الاكزام؟ ممكن، ممكن الدكتور يكريت اكزام او يديليت ايه اكزام، او ممكن يابديت اكزام. اوكي، طيب الستودنت كان ينفع يعمل حاجه في الاكزام؟ الستودنت ممكن يعمل ايه؟ ممكن يريد اكزام، ممكن يكسكيوت اكزام. اكسكيوت هي اوبريشن في الاكزام، اللي مثلا ايه حل الامتحان. فممكن نقول ان الطالب ممكن يحل الايه الامتحان. طب هل الاكزام يقدر ينفذ حاجه في الادمن او في الستودنت او في الدكتور في الاكزام؟ لا. الاكزام ككلاس ما مش بيعمل اي حاجه. فهي السي ار دي يو اي هدفها ان انا اشوف كل كلاس عندي الاوبجكت بتاعه بيقدر ينفذ او بيديليت او بيريد ايه من الكلاسز التانية، والعلاقة اللي بلاقيها موجودة ببدأ اكتبها بالشكل دوت. تعالوا ناخد مثال تاني يوضح لنا برضه العملية. قدامنا هنا كده ده الملخص، سي فور كرييت ان اوبجكت، كرييت انذر اوبجكت، ريد معناها ان اوبجكت بيقرا معلومات اوبجكت تاني، ابديت ان اوبجكت ممكن يغير values في الاتريبيوتس اوبجكت تاني، ديليت لو كان اوبجكت ينفع ديليت اوبجكت تاني، اكسكيوت لو اوبجكت ممكن ينفذ اوبريشن موجودة في اوبجكت تاني. وناخد هنا مثلا مثال المكتبة. بكتب هنا كل الاوبجكتس اللي في السيستم بتاعتي اللي هي تنتمي للكلاس اللي عندي، بكتبها هنا بالعرض وبكتبها هنا ايه بالطول، وبمسك كل واحد الستودنت كأكتر. خلاص الستودنت عندي عبارة عن ايه، في أكتر اسمه ستودنت وفي كلاس اسمه ستودنت. ايه الفرق بينهم؟ أكتر ستودنت هو الشخص، الستودنت نفسه كشخص،
لكن ال student class هو ما يمثل ال student دوت عندي في السيستم. ال class اللي شايل معلومات ال student دوت عندي في السيستم. اوكي، فال student actor ممكن يعمل ايه؟ ممكن ي execute حاجة في ال librarian actor، يعني ممكن يطلب حاجة من ايه، من ال librarian، زي ان هو مثلا يستعير كتاب او يضيف كتاب او يرجع كتاب. ممكن يعمل ايه في البوك؟ ممكن ار يريد بيانات الكتاب او يكسكيوت اوبريشن. اكسكيوت معناه ايه؟ ممكن يبورو او يريتيرن ايه البوك دوت. اوكي، ممكن في البوك كوليكشن، ممكن يعمل ايه في البوك كوليكشن؟ بيعمل بس ريد، لانه ما يقدرش يمسحها ولا يضيف عليها اي حاجه. لكن لو جينا لللايبريان مثلا، ممكن يكسكيوت حاجه في الستودنت. ممكن ان هو بيطلب منه مثلا ال ID بتاعه، بينفذ operation معينة عنده، ان هو مثلا بيطلب ان هو يرجع الكتاب، او بيخصم مثلا منه فلوس penalty لو مرجعش الكتاب and so on. هو نفس عملية في ال staff بتاع الجامعة وفي ال guest، بس هنلاقي مثلا ان هو في ال book ك librarian يقدر يعمل ايه؟ يقدر ي create و read و update و delete و execute كتاب. يعني يقدر ي create يعني يضيف كتاب، يقدر يريد بيانات كتاب معين، يقدر يابديت، يقدر يحدث معلومات الكتاب، يقدر يديليت كتاب، يقدر يمسح كتاب، يقدر يكسكيوت اوبريشن في كتاب. الاكسكيوت دوت ممكن يشمل ان هو مثلا الكتاب دوت مثلا ينقله مثلا من كوليكشن لكوليكشن تاني، يضيف الكتاب دوت على كوليكشن معين and so on. دوت الاكسكيوت اللي هي بينفذ ميثود معينه فيه. لكن هنلاحظ ان الطالب ما كانش يقدر يعمل في الكتاب الا الايه، الا ريد والاكسكيوت، ما يقدرش كرييت ولا ديليت كتاب ولا ابديت معلومات ايه الكتاب. وهكذا بمسك كل اكتور او كلاس واشوف علاقته بالاكتورز والكلاسز الايه التانية عندي. اتمنى يكون نوعا ما الماتريكس دي تكون واضحه وتكون ايه مفيده ليكم في الشغل ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تلايك الفيديو وتشترك في الصفحة بتاعتنا على في الجروب بتاعنا على اليوتيوب. بالتوفيق إن شاء الله.